الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم وراقبوه في السر والعلانية، وأخلصوا له في الأعمال، واقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، قفك بني آدم كاهي وحوقا لسنة الدوية وكوها استاء وعمر جيس بعدها وحوق قبضان وعلوس قفك بني آدم كاهي الدوية كسو مرتانا وعمر جيس ويروقا ومالمه الدوية وشوق يي أي دمادان الدوية عمر جيد وعد بو كوبيهي مرك آخر الله قرب دقوه، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نبي قالنا عليه الصلاة والسلام وحوصي قارا إنه أغشاقي عمري قاد دوية ومرك هربا كوبا ومدي سوينتهي كسوة قادي إني تهي إير ودوية عمري قادة إنتي بدني دوية تكتوين دافت. وحبخاري وكوري صحيح إيسا نبي عليه الصلاة والسلام عمرك الدنيا إنه تصالة وقد لقي مال إنت ومدي سواي كسو قادين وكشا قاي عصر إلا مغرب إنت ودحيس أنا مال إنتي عمرك الدنيا قد لقنايد إنتي بدنايد ومدني محمد ميسو قادين يدو تكتاي يا ومدني الدنيا ايتمي وحاكرار إنتا سيكسي والول بدن ورسول كانوا عليه الصلاة والسلام ونوشا قيسة ترميذي وكو وريي سننتيس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أمديس عمر غالب كذا مركا لأيقو لحدا إلا تضباطا ويهي انت ضافتان آد ويريهين. فقال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك عمرك ومديده وعمر الغالب كو رسولك والرمي عليه الصلاة والسلام عسر قوني أنا حديث كان يكون مصاب صراع وأمد بلو قيدة إلا دمات كيدة مركا لأيقو عمرك أفراد ديدة لعلعليو واللحدا إلا تضبات بول رسولك عليه الصلاة والسلام انتو دا اي ريا انت دادا سنافت. أيها المسلمون عباد الله، أرنت نوعا سياي وحي نقبرارو تنيسا قيمها قفك بني آدم كا عمري جيسو اللي ياي عمري جيسو واكا كينا قوشيس الدنيا خربا أما واكا كينا إصابة خساريس موقفك وكا قاطو يسيدا وكا يالو يسيدا عمري جيسو وقفا إذا استعام بسو خساريو وحلو يديني محمد عليه الصلاة والسلام من خير الناس تدك ياو خير بضل. فقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله تدك وحاو خير بدن وفك عمري قيسو ديراده لكن عمري قاد ديراده إلا صعطه عمل وناكسن وعمري قيسا كقفا إيديستو الدنيا دو كقسا إيقاته ومال انت باهيد الدرني أي ترتاح على الدنيا دكتهاي إلهي سبحانه وتعالى والله ارتقه مال انت إلهي ويري يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعرسولك لقولي من شر الناس تدك ياو شر بدن. فقال عليه الصلاة والسلام شر الناس من طال عمره وساع عمله تدك وحاو شر بدن قفك عمره يسو ديراده ما المهى الدنيا ده وچوغا ايبتان بلاه وچوغا ساسو كله سنداده ونولي هاي اي ديرادان لكن انتبا إلا صعطو عمل حن واه إلهي سبحانه وتعالى وحي وكفر ليالي يحقوق دي وكواتبيي انو ضيعي وحي إلهي سبحانه وتعالى ودي دي إن دنوهين الدون إيا آخرتونا إنو سمين يو وقتي قالقها وكبحي. أيها المسلمون عباد الله، أرنت نوعا سياهي وحي نقود لنا سوايتين نقود لسو نقود برارو تيسو نقود ريح دو دقيقة دها نولاشا إو أولي بقور أي قو أيار أي نقرانهين iyo waqtiga ay dhamaanayaan inay dhamaanayaan aanu yaqiinsanahay oo ilaahay noo sheego rasuulku noo sheego indheena aanu ku aragno
oo subax iyo galab kastaba xabaalaha daa tagto qaar inaga inaga mid ahaayo adduunyo dusheeda nagu la noola lagu aasayo inaynu ka faa'iidaysano aynu kaga faa'iidaysano wax sahay noo noqda oo xaaladaha adag ee aakhiro aynu kaga badbaadno ilaahayna subxaana wa tacaala aynu naciimkiisa iyo raallihaanshihiisa aynu ku helno ilaahay wuxuu ka warramay dadkii cumrigooda khasaariyey xaalkoodu siduu noqonayo yowmal qiyaama وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نار تدح ذاك قيل إله من كم قال لي نار إله من وشندي سوي دي سنين إله ونقصار بين ليهين حيث دونيا عمر جاي خساريين بي حقيقة دي سقرتين مركي هالك أقلين وحي لين إله يو عمل كي آنو الصميني حمام دان هين آنو صوص صميني نقصار إله إله يمحوق جوابي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ميانان إذن عمر السين مدو قفكي وانتوب يوكو وانتوب ميدي دين ديقا ميانو ديني من رسول بالا دين صدر اكتاب بالا دين صدر چيي ديقيني نفر بضان با قفك بني آدم كالا سيا دوية دين تو كنو ليها حنوبا صومرا مصائبية حالة كلا إرهد اللفت يدا ايال غفة سيري والنذيرة وتصينيسا قفكا عمرغي سينو كدواداي عمر الغالب كي سينو دمال فرتر مركز غادو سي وبدنتا عيرا كا سو بخايس ما ها عمر الغالب كي كهاري ادي الهي كو غارسيبا 20 سنه الهي و خو تلماميا قفكا دينا لو عمر سيي عذر دار لو دمهيي و يوم القيامه و كو عذر دارتا اني هور اولين رسول كا عليه الصلاه والسلام حقيقه دا اد بياميي او يري سدا و ترمذي سننتيسا كو وريي قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة إلهي عذر دار وأودمي وكل عذر دار تومهرين قف إلهي أجشيس ودبو دقي إلا لحن سنودو كقاري عذر دار هريمة شرو عمري وكوانا قاتو وكوصهي قاتو انتو بوي صامرت عمري قول الله يلا لقى فايدة استو دقيقة ديسة ساعة ديسة مال ميسة بليه ديسة سند ديسة الدنيا دنا يان ليسكو إلا بنقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله عمري قول الله يلا لقى فايدة سنة يوحك استو إلهي كود وينيه حق إلهي وحق خلقية فرع لا وصنعة إيه وحا إلهي وكود دي دي وإلهي دراد دي اللغة تغو ورسولك عليه الصلاة والسلام حييري وجتني بالمحارم تكن أعبد الناس إلهي وحكا حاران تيميك فقو وحاد نقن دون تاددك وعبادة ضبضا حاران تهداد إلهي دراد دي اللغة تكتو وعباده إلهي سبحانه وتعالى إيار انتاسي أيكود ويريسا وحيابها إتا عمري قال لك فإذا استوحى أمهم سن وحيابها قفك مركو دينتو هرية أجر كي سوسي سعون أيوه إنت لقو انتفاعي ورسولك عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى هذا مركو دينتا عمل كي سوقها يعني أجر كي عمل كي سوقها صدح له يعني صدح ذا سوا محي وعلمي لقو انتفاع ضدك وبري صدقة جارية ساجدها كميدة علاش بيها كميدة قوب كستا أو مدة إسلامك بل بني آدم ودم وكو انتفاعي يا كميدة صدقة قال هذا والله سينكرا صدقة أنفر الكاهين ووقف آني وقف إيدي سنة هين قال لي مدى وده إيه قلفت وده والله صمين كرا ودين الإسلام تاسي دي دي ميسو رسول كحر في كل كبد رطب صدقة بير كستو قويا وحي الله سيا وصدقة وي حيوان هالنقضة بني آدم هنقدر نوع دون ينا هكا هذا سكذا فرالك أيوم بان قال الله سين كريم أيها المسلمون عباد الله رسولك عليه الصلاة والسلام حين أشهد صدق حين كمدي أي المونا أكسن وأدعية وناج وما معنى هذا كان ونا أكسنين هدو دعية دعادنا الوالد كحوط راعي لكن معنى وحوية كونا أكسن بوالد كحصوصنا يود دعائنا يوصقض بحنية أرنك صدق حادنا علم لغو انتفاعه صدقة جارية ونفعه وصعده هي علمها ونأكسانه ودعينه رسولك حديثك لو حكوش يا قي قفكو يصغر دين تو قبره سكيفته دباء شركو دين وصعنه
todobaas waxa kamida geed uu beeray oo lagu intifaaciyo saaqiyad biyaa dadka uu soo duway ceel uu qoday mushaf uu ka tagay oo wali la akhrisanayo oo lagu intifaaciyo masaajid uu dhisay ayaa kamida wahaakada acmaasha wanaagsan ee qofku intuu nool yahay uu sameeyo ee geeridiisa dabadeedna lagu intifaaciyo ajarkooda uu soconaya qof waliba wuu samaysan karaa qof mid dhammaystiran sameeya iyo qof wax ku darsada oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man banaa lilaahi masjidan walow ka mifxasi qataatin bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofka ilaahay daraaddii masaajid u dhisa haba leekaado shimbirta yaree fuqowga la yidhaahdo oo qoolleyda leeg halkaa ay fadhiisato intaasi masaajid ma noqon karto culimadu tafaasiir kala duwan bay ka bixiyeen waxaa ka mid a inay yidhaahdeen qofka intaa in leeg masaajid ilaahay daraaddii ugu darsada ilaahay subxaana wa tacaala guri ayuu jannada uga dhisay waqfigaa jarkiisu wuxuu socdaa oo qofkii dhintay uu soconayaa ama kii noolaa u waqfiyey inta waqfigii uu jiray lagu intifaacayo haddii waqfigii uu baaba'o ajarkii hore uu uga helay mooyaane ajar kaloo usii soconayo waqfi baaba'ay uga sii soconaya ma jiro khaladaadka dadkeennu ay galaan waxaa ka mid ah waqfiyo dad geeriyooday ay samaysteen ama kuwa nool oo masaajidaa ama goobo kale ah oo nafci iyo maslaxo guud ah in si yaroo fudud laysaga baabiiyo qof baa dhintay dhulka ma waqfin masaajid buu ka dhisay isagu tusaale ahaan masaajidkiibaa si yaroo fudud laysaga duminayaa iyadoo ay suurtagal tahay masaajidkaasi inuu sii jiro oo lagu intifaaco oo xataa haddii isagu dadka uu ku yaraaday masaajido kale oo badani xaafadda ama magaaladaasi ay ka dhisan yihiin qofkaa waxay noqonaysaa in tacaddi iyo xadgudub lagu sameeyey ayuha almuslimuuna cibaad allah hadal waxaan ku gebagabaynayaa laba arrimood oo qodobka aan ka hadlaayay ka baxsan arriga koowaad wuxuu yahay xafladaha iyo munaasabadaha soo socda ee 18-ka may ay ka mid tahay khaladaadka iyo macaasida aynu gallaa xaaladda way nagu sii adkaynaysaa aynu la soconno hadday tahay roob yaraan iyo abaar hadday tahay sicir barar iyo hadday tahay iskhilaaf iyo quluubta oo kala jeysata ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baqanno ilaahay aynu addeecno inaynu addeecno inoo abuuray ilaahay inaynu caasino amarkiisa aynu khilaafno wixii noo diiday inagoo garanayna aynu samaynana aynu iska ilaalinno arrinta labaadna waxay tahay roob yaraan baa jirta abaar baa dhulka in badan ka jirta meelaha roobku u helayna wax weli xooluhu ay ku noolaadaan oo barwaaqo lagu tilmaami karaa kama soo bixin ilaahay intaa uu ina siiyey waynu uga mahadnaqayna alxamdu lilah washukru lilaahi baynu leena ilaahayna ziyaadaynu weydiisanayna mahadnaqana waxaa ka mid a afka un in laga yidhaahdo ma alxamdu lilaahi allaha nicmada bixiyey in lagu ammaano nicmada looga markhaati noqdo inuu isagu bixiyey isagoo quri ilaa allahaasi in la addeeco amarkiisa la qaato ilaahay markaasuu siyaadinaya lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid haddii nicmada markaa la qariyo la dafiro cid kale loo tiiriyo allihii bixiyey lagu ammaan waayo looga mahadnaqi waayo la caasiyo amarkiisa la qaadan waayo ilaahay subxaana wa tacaala sidaasi uu tilmaamay cadaab baa arrintaasi ka dhalan ilahay baynu cadaabkiisa ka magangelayna haddii ilaahay looga mahadnaqana ilaahay nicmada waa ziyaadinaya inta ilaahay una siiyey mahadnaqeeda aynu badinno inta kale ilaahay aynu ka barinno iyo inaan ka wahsanin ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu barinno oo roob doonta aynu ku celcelinno masaajidada halaga roob doono minbarkanuu rasuulku ka roob doonay halkaa mixraabka agtiisa isagoo fadhiya ayuu roob doonay rasuulku bannaanka ayuu u baxay oo halkaa salaad intu ku tukaday ilaahay subxaana wa tacaala ummadda uu baryey ilaahay subxaana wa tacaala ina qadin maayo waa ghani waa kariim waa raxmaan innagu baryadiisa iyo ducada yaynaan ka wahsanin roobdoonta marka laynoogu yeedhana aynu usoo baxano howlaha kaloo dhan aynu joojinno ilaahayna si guud walaalayaal aynugu toobad keenno qof waliba naftiisa ha xisaabiyo oo arrinkeeda hoosa u eego waad garanaysaan qowmu yuunus qoom gaalaa bay ahaayeen oo nebigii ilaahay usoo diray nabiyullaahi yuunus beeniyey ilaahay baa u waxyooday nebi yuunus wuxuu u sheegay saddex maalmood dabadood cadaabka ilaahay qoomkiisa inuu ku habsanayo warkaasi uu u sheegay qoomkiisa uu gaadhsiiyey arrin aad u fiican bay sameeyeen bannaankay usoo baxeen dhammaantood daa'yar iyo waayeel may kala hadhin xataa xooli bay soo saareen waxay kala kaxeeyeen kulla waalidatin wa waladaha saa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi mid kastoo wax dhashay iyo kii ay dhashay bay kala kaxeeyeen oo ilmaha yar iyo hooyadii marka la kala geeyo
ilmihi yara uu qaylinayo uu raaqaya saaso kale xoolaha iyo dhashooda marka la kala geeyo qaylaya sawaxan farabadan ba baxaya ilaahay bay isu dhul dhigeen ilaahay bay u toobad keenayn ilaahay bay bariyeen arinaa sunnaha ilaahay ba kamid ahayn oo cadaab soo degaya in qolo dib looga celiyo toobad keenay toobad keenayn markii cadaabka loo sheegay inuu ku soo socdo dabadeed awgeed ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala qoladaasi ugu nicmeeyay waa ka toobad aqbalay cadaabkii ku soo socdeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ka celiyay rabbi oo waa ka badbaadeen ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa kaga waramay suuratu yuunus iyo meelo kaleba marka tawba caama ilaahay inuu toobad keenno qof waliba naftiisa xisaabiyo qof waliba ummadda khayrkiisa waa ku raadeeya sharkiisana ummadda waa ku raadeeyaa furayaal khayr aynu noqonno furayaal shar aynaan noqonin ugu dambayn masaajidkan qiimaha badan maanta jumcihii u horreeyay lagu tukaday dadka dhulkiisa waqfiyey waalidkoodu waqfiyey iyo dadka dhisay iyaguna dhismihiisa waalidkoodu waqfiyey labadaba waynu u ducaynaynaa waxaynu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay khayr idinkaga abaalmariyo وجعل الله هذا المسجد وأرضه في ميزان حسناتكم إلى ميزان كحسنات كايدين صاروا ونفع الله به الإسلام والمسلمين إلى أكوان فع إسلام كي مسلمين طب مساجد كان وأكدقوا منارة خير ما الخير كي وناق اللوغو يمادو إلى هاي سبحانه وتعالى ضدك يا والدين تاضو وخفسان يا والدين تين دمان تنبا إلى هاي هودا بيضافو وهو نحريستو ربنا سبحانه وتعالى خير هكذا أبا المريو وقفقا إلهينا سبحانه وتعالى هو أقبله إنت إنك لنا تصالي نوتاي إن الوالدين تين كوين النول يكوين دين طيبة أين أصم فالله صدقاته بحنه ودعينه سفي عنا إن الله هذا الله أين أدعنه أين مقال الأمر كود أين قادنه إلهينا سبحانه وتعالى تاهينا وافتشيه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا بالبلاد والعباد والبهائم من الجوع والعطش والضنك والقحط والجدب ما لا نشكو إلا إليك فافرج عنا يا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.